بدأنا بإزالة الأنقاض والركام من الشوارع، ثم إلى الأفران، ثم إلى المياه، ثم إلى النظافة، ثم إلى التعليم، ثم إلى الصحة. وبذلك وبهذا التسلسل الاحتياجي للمناطق نكون قد غطينا تقريبا أهم الاحتياجات لدى هذه المجالس. بعدما أن ننتهي من هذه الأولويات والاحتياجات، نتوجه لرفع قدرات المجلس كذلك إداريا وخدميا لكي تتعزز شرعيته لدى المجتمع، ثم إلى استدامة المشاريع، ثم إلى الدمج المجتمعي بينه وبين أعضاء مجتمعه.